الآن تغطية خاصة من موقع صدى البلد. على ضوء أزمة مباراة الأهلي والوداد اللي عانى منها الأهلي وشاف فيها ظلم كبير، قرر محمود الخطيب بعقد مؤتمر صحفي في الجزيرة لفتح النار على الجميع وإثارة ملفات كتير تخص الكرة في مصر عموما مش بس الأهلي. هنقول وهنوضح في تغطيتنا أهم التصريحات وردود الأفعال عليها، فتابعونا. اتكلم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عن تعارض بيانات الاتحاد الافريقي لكره القدم خلال ازمه مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا في المؤتمر، وقال في بيان الكاف يوم 9/5/2022 اللي اعلن فيه انه اهدى تنظيم نهائي دوري الابطال للمغرب لم يذكر اسم الملعب اللي هتقام عليه المباراه، وقيمه المباراه في المغرب، هذا صحيح، لكن على الملعب الرسمي والمعتمد للفريق المنافس لدى الكاف. وتساءل الكابتن الخطيب، هل هذه هي قواعد اللعب النظيف؟ على العكس، في بيان الكاف اللي أصدره يوم 11/5/2022 قال فيه إنه أهدى تنظيم نهائي الكونفدرالية إلى نيجيريا، حدد ملعب بعينه في نيجيريا بتقام عليه المباراة، وذكر اسم الملعب وأرفق صورة الملعب في البيان الصادر. طب ليه كان فيه غموض في البيان الأول ولم يذكر الكاف اسم الملعب وذكر اسم الملعب في البيان الثاني؟ قال كمان إن في يوم 26/5/2022 وقبل المباراة بأربع أيام بس تلقينا خطابة من الكاف جاء فيه إنه تم تخصيص 10,000 تذكرة للأهلي ومثلها لنادي الوداد، و20,000 للعامة و5,000 تذكرة للرعاة، فما تصورناش الحقيقة ان الامور ممكن توصل للحد ده. النادي الاهلي لم يتسلم من ال10,000 تذكرة الا 2500 تذكرة بس، وعلى دفعتين كمان، اما ال20,000 المخصصين للعامة، ومفهوم العامة من الجماهير هم المحبين لكرة القدم وغير منتمين لطرفي المباراة النهائية، فقد تم طرح تذاكرهم اونلاين، وللأسف تم كمان حجب الرابط الخاص بحجز التذاكر عن اي شخص عايز يحجز من بره المغرب، وطبعا راحت ال 20,000 تذكره كلها لجماهير المنافس. وكان من طلبات الخطيب برضو ان لازم الكاف يدرس تدوير استضافه المباريات النهائيه بين الدول الافريقيه ويحجب الاستضافه عن الدول اللي فازت بالتنظيم من قبل لمده 5 سنين عشان توصل وتحصل بقيه الدول الافريقيه على فرصه مماثله، وان يقوم الكاف بدعم ومساعده الدول دي لتنميه اللعبه في القاره كلها. قال كمان ان بتقتضي الشفافيه والعداله ان يقوم الكاف باعداد لائحه خاصه بالمباراه النهائيه بتضمن تحقيق العداله وحقوق كل الاطراف، وأن يتم الإعلان عن الملاعب اللي هتقوم باستضافة المباريات النهائية قبل بدء البطولات على الأقل. وختم الخطيب كلامه عن أفريقيا بأن الحقيقة لا النادي الأهلي ولا أنا شخصيا عندنا خلاف شخصي مع الكاف ولا حتى قيادات الكاف، بالعكس احنا بنحترمهم جدا. أنا أعرف السيد باتريس رئيس الاتحاد وكمان كنت متفائل بيه جدا أول ما مسك ولازلت متفائل الحقيقة. قال اتحاد الكورة كمان أن مسؤول الأهلي اتسلموا لائحة بطولة أفريقيا قبل انطلاقها واللي بتتضمن أن المباراة هتتلعب على ملعب واحد محايد في حال اي نادي لو عايز يستضيف المباراه، وطبعا الكلام ده نفاه الخطيب تماما في المؤتمر وقال ان مفيش حد تسلم اي خطابات، فيا ترى مين اللي له مصلحه ان الخطاب ده ما يتسلمش وليه الاهلي بيدفع ثمن الاخطاء دي؟ تصريحات مهمه وبتلفت الانتباه لملفات كتير تخص الكوره في مصر وفي افريقيا، نتمنى يبقى ليها رد صريح وواضح عشان نلحق الكوره من الانهيار. كان معاكم انا احمد دياب وانتم على موقع صدى البلد.